كابتن خليني اجي لك حضرتك. طبعا يعني الفتره الزمنيه او العمر مختلف، حضرتك 67 سنه، كلمني عن الغذاء واسلوب الغذاء بتاع حضرتك. ما هو أهم حاجة إن أنا بفطر 7:30 الصبح يا كابتن انت بتقول لي التوقيتات، انا نايم بنام منك. لو سمحت قول لي مثلا واحده 12 ما شاء لا الله 7:30 الصبح. أكون مخلص التمرين وأصلي الفجر وأقعد ساعة كده، 7:30 بفطر. تمام، فطارك نوعه ايه يا كابتن؟ أو نوعية الفطار اللي بتفطر؟ الفطار لازم يكون فيه بصلة برافو نية، ده نمرة برافو. واحد، مناعة، ده نمرة ايه تاني واحد. يا كابتن؟ وبعدين ممكن يكون في جبنة بيضة، في ممكن طعمية جبنة بيضة هامة. بملح ولا ملحها خفيف؟ لا بس لا خلي بالك لا الحاجات دي. لا لا، يعني بالطماطم يعني تقريبا بتبقى يعني ملح خفيف. هايل. العيش العيش بلدي ما كلش فيه نو ابدا، كام رغيف يا كابتن؟ هو رغيف واحد. كابتن اعرف ناس بتضرب 6 فطاير في 6 رغيفة في الفطار يا كابتن. والله العظيم والله انا اعرف ناس صحابي بيضربوا 6 رغيفة في الفطار. طيب حضرتك بتقول رغيف واحد؟ واللي ياخد 36، 36 رغيف ايوه في الفطار؟ ايوه سندوتشات فول وطعميه 36. كان في واحد عندنا كده بس ايام المنتخب يعني. بالله عليك لا تقول، لا ما اقولكش كابتن، لا 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 هيضحك اصلا، هو هيضحك. طب كابتن ما لو بيتفرج قول لي قلنا ايه؟ ما اعرفش هيتفرج ولا لا، طب قول لي هو لما اسمه هيتقال وهيطلع لازم اقول لك عليه. عادي، ما احنا من ايام نحييه. المنتخب بس يعني، في الكلام ده في التسعينات يعني. طب قول لي يا كابتن. اسمه محسن عياد. كابتن محسن عياد، تحيه ليك يا كابتن محسن، تحيه ليك والله وربنا يديك الصحه. حبيبي جدا. لسه بيعوم معاك؟ لا لا مش قادر بقى، هو يا دوبك بيشتغل يعني في بنك باركلز دلوقتي، وراجل جامد جدا يعني. ربنا 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 يحفظه. طب يا كابتن الغدا؟ لا انا بتغدى بعد المغرب. ايه ده فتره بعيده قوي يا كابتن، 7:30 بعد المغرب. طب وفي النص؟ في النص نشرب ميه بقى. لا لا تاكل تعالى بقى يا كابتن، ما انا بقول لحضرتك يا كابتن ده الجوع ممكن يوقعني لو انا قعدنا من لا سبعة لا ونص لا 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 من 7:30 بعد المغرب يا كابتن، يعني داخل في 12 ساعه ما بتاكلش ميه بس؟ لا احنا المغرب الساعه 5 يعني. طب ما هو المغرب بيجي الساعه 6 في دلوقتي، الصيف بيجي 7:30 يعني. ما شاء الله كابتن، ميه وفطر. في ميه وبعدين بقى ممكن تاكل جزر، خيار، ما شاء الله كابتن، خس. انت كابتن كده تاكل فاكهه، زبادي يعني. انت غير كده يبقى حرام علينا يعني، لان احنا ياما اكلنا بس كنا بنحرق ما شاء الله. طب كابتن